الفيديو هذا راح يكون كثير سبايسي، راح اجاوب على اكثر الاسئله التي كنت اتفاداها نفسي ثم نفسي ثم نفسي الى ان ينقطع نفسي. نهايه سنه 2020 تعرضت لتروما. كم سنه طب قلتهاش بشكل صريح. How old are you؟ شايفين الخاتم هاد مخبي عليكم سر وانتم ما بتعرفوا. شخص عزيز لي صار تحت التراب. هلا اميغوس، انا ميرا المرمورة الحلوة الامورة، ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. يس بيبي اتس مي. بعرف انكم ما متعودين انكم تشوفوني هيك بهالرشاقة والاناقة. صراحة انا نفسي مش عارفان، يعني صار لي كتير ما حطيت ميكاب زي هيك. لي تحت في تعليقات ماذا رأيكم في هذا الميكاب، هل انفعوا كميكاب ارتست او لا؟ قررت في هذا الفيديو يا اصدقائي ان افتح لكم قلبي. انتي قلبي 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 انتي. بليز لا تلغوا الاشتراك بليز. فيديو كثير انطلب في القناة عندي، وانا صراحة كنت دايما اني انا اقول اه رح صوره رح صوره، وانا الصراحة انه كنت خايفة اصوره. انا من نوع ما بحب هيك اصور فيديوهات Q&A، اصلا منسوية فيديو واحد بس في القناة Q&A، وكمان من سنة ونص تقريبا، ومش مجاوبة على كل الاسئلة اللي انتو سألتوا ليها، وكنت بتهرب من اسئلة معينة لانه انا ما كنتش مرتاحة انه انا بسوي Q&A، عرفتوا. فاليوم رح اجاوب على اكثر الاسئلة التي كنت اتفاداها في الماضي. فهل انتم مستعدون يا اصدقائي؟ بنصحكم انكم تجيبوا الكوفي، انا عندي هون ماي ايسد كوفي، لازم تعرفوا دايما ايسد كوفي يعني ميرا ميرا، يعني طلق ودردشة ونميمة وحكايات يا بنات. تعالوا جهزوا القهوة. قبل ما نبلش الفيديو بليز حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة اذا كنتوا اول مرة بتشوفوني، وكمان فعلوا الجرس لانه الجرس كثير مهم. لايك تبع اليوتيوب فضحكم عندي يا اصدقائي. ليش بتتابعوا فيديوهاتي ومش مشتركين؟ الناس اللي بتتابع فيديوهاتي مش مشتركة ومش ضغط على الزر الاحمر، ما الذي تنتظرونه يا اصدقائي؟ يا عيب الشام عليكم، بدلعكم بغنشكم كل شيء كل شيء كل شيء. انا بالنهاية ما تشتركوا في القناة يا عيب الشام، بس اشتركوا في القناة حبوني في التعليقات. على فكرة اخر فترة عم لاحظ عن جد انكم تغيرتوا، عم تخونوني شكلكم، فلهيك بطلوا الخيانة هي، مش عاجبني الأمور اللي عم تسووها من ورايا، حبوني في التعليقات لأنه التعليقات عم لاحظ إنها عم بتخف، يعني كانت 1000 فوق 1000 هلا 500 600 900، ما هي زي هذا، أتخونونني يا أصدقائي؟ Let's start مع أول سؤال. سو رشا بتقول لي 2021 شو غيرت بنظرتك للحياة؟ وبتشوفي إنه أولويات الإنسان ظل ثابتة أو بتتغير بكل سنة عن اللي قبله؟ وكل حب لإلك، كل حب لإلك يا رشا روشة. علمتني إنه أحب نفسي دايما، يعني ما تقدر تعطي الحب إلا إذا كنت عم تحب نفسك. فأنا كثير بأؤمن بعبارة نفسي ثم نفسي ثم نفسي إلى أن ينقطع نفسي. الإنسان اللي ما بيحب حاله ما بيقدر يحب غيره. الإنسان اللي ما يعطي محبة ونفسه، يعني كيف نقوله، كيف نقوله احنا بتونسي، ما استهلش في روحه، يعني ما اعتنى بحاله او نفسه، ما لقيت فيه الخير، فكيف العالم الثاني راح تلاقي فيه الخير. Next question من عند هالة. هالة على فكرة طالبة طب في روسيا، يعني كانت متابعتي، حاليا صرنا اصدقاء. المفيد هالة بتقولي فين اي دولة ناوية تعمل الاقامة او تخصص بعد ما تتخرجي من الكلية؟ بعدني ما بعرف، ولكن كونوا متأكدين انه انا اي فرصة راح تجيني فيها خير لإلي راح انطلق فيها، يعني منفتحة الى كامل الفرص، سواء كانت في روسيا برا روسيا في تونس في اي دولة انا مستعدة. SOOOV بتقول كيف صرتي قوية هيك وشو اللي خلاكي تتغيري؟ اول شيء انا يعني من الاول قوية، وهالشي يعود لأهلي إنهم هني اللي بنوا شخصيتي، علموني إنه أنا لازم أكون بنت مستقلة، يعني كمان شجعوني على القراءة، فشخصيتي أوريدي من صغيرة وأنا قارئة، ومش لما شخص يكون قارئ وشخص غير قارئ، شخص الغير قارئ المايند سيت تبعه تكون شوي مختلفة، فبحس إنه شخصيتي من الأول قوية. وأنا كمان السيستم تبعنا في الدراسة في تونس بيقوي المرأة بشكل غير طبيعي، يعني بتذكر إنه أنا كنت في الأعدادي عندي البوتنشل هيك بتاع strong independent woman بشكل غير طبيعي، فهالشي يعني تكويني هو اللي خلاني إني أنا أكون قوية.
واهلي كانوا سند كبير لإلي وكانوا دايما يدعموني انه ركزي في دراستك، اهم شيء دراستك، شهادتك هي اللي بتحميك وهيك، فكل هالكلام هذا خليني قوية. عشت تجارب كثير قاسية من وانا صغيرة، هالتجارب هاي خلتني اكون شخصيتي اقوى، وكمان يعني بحس انه هلا كأنه شخصيتي القوية هي اكتملت. يعني مثلا ممكن شخص يكون قوي من جانب معين ولكنه ضعيف من جانب معين، ما تقدرش تكون يعني شامل، فهمتوا؟ فانا بحس انه قربت له الشمول هاد، لانه كمان مريت بتجربة تقريبا من شي سنة قوتني هاي التجربة كمان كثير، فبحس انه كل تجربة معينة تقويني من ناحية معينة، فهمتوا كيف؟ ما عارف افسر لكم، بس هذا هو. نيكست، بتقولي في رأيك ما هو سر صمودك؟ 5 أشياء تحبيها في نفسك والعكس. ما هو سر صمودي؟ Oh my god that's so deep question. اعتقد انه سر صمودي انه انا شخصية ما بتستسلم، ما يعني على قد ما بوقع رح انهض اقوى واحلى واقوى، ما بعرف بحس هيك روحي، انا روحي هيك، فما عندي تفسير. وكمان ممكن الشيء الثاني اللي كثير يلهمني انه عائلتي، يعني هدف، بحس انه لما بقول هدفي، هدفي في حياتي هي امي، بدي امي اسعدها، بدي اشتري لها شو ما بدها، بدي سفرها، بدي اسوي لها يعني حجة والا عمرة، بسفرها بفرجيها العالم، ما بعرف يعني هالشيء هذا انه كل ما بشوف امي وبشوف صمودها وكفاحها في الحياة هالشيء بيقويني اكثر اني انا اخليها اسعد ام في العالم، لانها افضل ام في العالم بالنسبة لي. I love you ماما، من غيرك انتي ما كنتش باش نكون ميرا اللي توا العباد تتبع فيها. انتي الحب، وربي يخليك ليا وما يحرمنيش منك يا عمري. مش نبكي، تراني ضفرت. بحب شخصيتي القوية، بحب روحي اللي ما بتستسلم ولا تعرف المستحيل مكان، انه انا لما بحط شي براسي مهما كان بوصل، وهذا اكثر شي بحبه في حالي صراحة. ثالث شي ممكن اني انا جريئة، يعني كلمتي هيك صريحة، صريحة شيء تاني، صريحة يعني كلمتي بقولها، مش صريحة مش وقحة، في فرق، انه كلمتي بقولها I don't care at all. وخمس شيء انه انا ما بهتم لكلام الناس. اشياء ما بحبها في حالي اني عصبية، oh my gosh. وانه الشغلة التانية ما بعرف كثير اعبر عن مشاعري، يعني بيكون في جهدي كثير اشياء بس ما بعرف اعبر، يعني كثير هالشي بكره في حالي الصراحة اكثر من العصبية. يعني في مواقف مثلا بحتاج اني اواسي صديق او هيك بقوله انه انا حسبيك بحبك ما بعرفش ايش، ولا يطلع مني شيء، بس هيك عرفتوا زي البومة على هيك. بس دايما بتمرن على هالشي، دايما بتمرن، وان شاء الله يعني اتخلص من هذا الشيء. بس هيك تقريبا العيوب الثانية كلها اشتغلت عليها. How old are you؟ ليش يا عمر الحلو بدك تطلع لي شهادة ميلاد او ايش؟ ليش بتسأل شو عمرك يا ميرا؟ اوكي بمزح على فكرة، ما عندي عقدة العمر. جماعة الانستغرام يعرفوا انا قديش عمري، ولكن في اليوتيوب ما رح اقول، ولكن رح اعطيكم رينج. انا من مواليد منتصف التسعينات، مين يا عمر الحلو؟ جماعة 94 95 و96، فانا من هدول المواليد. احذر، انا مواليد اي سنة؟ احذروا في التعليقات. كبرت، شوفوا لي عريس، الوضع محتاج حبيب. دكتور حوراء بتقولي متندمة دخلتي طب عام. نو بيبي، تعرفوا من الاول انه عرفتوا كنت كثير متردة، كان بدي اعلام ما بعرفش ايش او تمثيل. انا كثير بحب التمثيل على فكرة، شي ما بتعرفوا عني انه انا هيك دايما عندي الطموح اني انا اكون ممثلة او مذيعة او ما بعرفش ايش، بس ما حدش اكتشف مواهبي ولا انا ساعت الصراحة. بحس انه اليوتيوب كثير عوضني، يعني انا لو ما كنتش اسوي محتوى عن حياتي كطلب الطب اكيد كنت راح اسوي محتوى ترفيهي اكيد، لانه انا مجنونة ويلبق لي المحتوى الترفيهي. بس خلاص رحنا للطب يعني، وصرت اقدم محتوى على الطب، صراحة كثير فخورة بالمحتوى اللي انا بقدمه، كمان بيمثل يعني جزء كثير مهم من شخصيتي اللي هي البنت اللي بتحب تسعى للتطوير والطموحة وهيك، فهمتوا؟ بالعكس حبيت كثير المجال ومن غير ما، وبحب اكون كثير ناجحة في مجالي وبحب اساعد الناس. تعرفوا لما اروح للمشهد واشوف ناس تتعذب
لانه انا لازم اجتهد اكثر، انا لازم ادرس اكثر، انا لازم اعرف عن هاي وهي وهي، عشان بس يجيني المريض شايفني انا زي ملائكة الرحمة او يعني السبب اللي راح يكون في علاجه، لانه رب العالمين هو اللي بيشفي الناس، كانه انا الشيء الوحيد اللي جايه عشان يساعده ينقذه. ما بعرف المصطلح المناسب، ولكن انه شايفك انت ملاك الرحمة كطبيب، فلازم اكون على قد المسؤولية. فلا هيك ابدا ابدا لست متندمة، بالعكس I'm so grateful للحياة اللي عم عيشها هلا، وكثير بحمد رب العالمين على كل شيء الحمد لله. قصة طويلة نتحدث عنها في المستقبل اذا وصلنا للمليون. عمر عمار مش عمر، سوري عمار. هل تقدري تعيشي وتستقري في بلد لحالك مو مع اهلك وامك اذا وجدتي فرصة عمل ومستوى معيش افضل من تونس؟ لاني شخصا مش كامل كلامه، لانه البوكس فيه يعني عدد معين من الكلمات المفيد. والله شو رح اقلك، انا واحدة من الناس بحب ورح اسوي كل اللي علي وكل اللي بقدر عليه على انه اهلي يكونوا معي، خاصة الماما عرفتوا. بحب وين ما بكون ويكونوا اهلي معي، فانا اذا اجتني فرصة برا تونس افضل رح اسعى بكل ما اوتيت من قوة انهم اهلي يكونوا معي، لانه اهلي اوريدي زي ما حكيت لكم هني هدفي، امي هي هدفي في الحياة، هي الشيء المقدس عندي. اتمنى اني تجيني فرصة في دولة عربية، يعني عرفتوا ما بحبش اعيش في اوروبا، بحب وما بحبش عرفتوا، فيها اشياء منيحة فيها اشياء مش منيحة، فبتمنى اني اعيش في دولة عربية صراحة، بسمع الاذان واعيش الاجواء العربية وهكذا، بس في دولة عربية متقدمة. لا يمكنني العيش في دولة عربية ليست متقدمة صراحة. اسماء بتقولي كيف استطعتي ان تحولي نفسك للافضل كلما احاول لا انجح ولا اتكاسل؟ تعالوا تعالوا يا حبايبي تعالوا نحكي كلمتين. الاول القهوة، بمشي يوم اوكي يوم لا، يوم اوكي يوم لا، اسبوع اوكي اسبوع لا، وما بستسلم، بظل دايما بحاول كل يوم بحاول بنفس العزيمة وبنفس الارادة. التخطيط ثم التخطيط، هلا حرفيا بملك كل اسرار النجاح في الدراسة اوريدي بعرفها يعني، بس بحكي عن اسرار النجاح في كسب العادات كلها بعرفها لانه انا جربتها. اهم شيء في هدول انك تخطط، النية مع التخطيط، اليوم هذا ما زبط بكرة رح يزبط، move on وعدي ومشي، سامح ذاتك وما تستسلمش وحاول، يعني على قد ما تجي العراقيل قدامك هدول العراقيل تخلي منهم حافز ليخلوك شخص احسن. اعطيكم مثال، انتوا عم بتشوف مثال حي، نهاية سنة 2020 تعرضت لتراما، او مش تراما، ما بحبش اقول تراما، بس عرفتوا اجت ترك ضربه هيك، عرفتوا لما تمشوا منحدر 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 فجاه تخبطكم شيء ويطلعكم للسماء، هالشيء هاد كان شيء قاسي، تجربه قاسي يعني تجربه مؤلمه. هاي التجربه هاي انا من نوع اللي اني بعاند بحب الحياه، تفهمين؟ فالتجربه هي خلتني انه wake up my baby، انتي ما اجيتيش وما طربتيش وما تبادلتيش عشان كل هالشي يروح على الفاضي. فخلاص هذيك الفترة قررت انه بركز اكتر مع دراستي، بعطي دمي لدراستي. الناس لما تصير لهم اشياء سيئة هم بيسألوا كيف صار؟ انا بالعكس كثير ممتنة كثير ممتنة لهالتجربة هاي، انها خلتني افضل طورتني. فشوي شوي بلشي اقرأي كتاب العادات الذرية وإلا Atomic Habits إذا بدك عن جد تتحسني من حياتك وتتطوري، اقرأي هالكتاب هذا، لأنه العبرة مش في الوصول للهدف، العبرة أنك أنت تركزي وعينك مش على الهدف، عينك على الجورني، كل يوم أنت شو عم بتسوي، شو هي الخطوات اللي عم بتسويها، لو ركزتي على هالشي رح توصلي لحلمك ورح توصلي لهدفك. هبة بتقولي لو كان بوسعك تغيير او نبذ صفة من صفات البشرية ماذا تكون؟ احبك واحترم قوتك وانسانيتك. يا عمري thank you so much. التطرف الفكري، بحس انه اكبر شر او سبب كل الشرور في العالم هو التطرف الديني بالاحرى، او سواء التطرف الفكري او التطرف الديني، بحس من الاثنين يؤدوا الى نفس الشيء، سواء هالشيء كان من جهة اليمين او من جهة اليسار، فانا بكره التطرف وبكره
كل الحروب يا عمي وكل الشرور جاي منها، فاهمين؟ في سؤال كثير حلو من صديقتنا مكتوب اسمها هاف جود داي 1، قالت اذا كان والديك حاجز بينك وبين بعض احلامك شو راح تعملي؟ لو كان الوسط اللي اعيش فيه يفرض علي افكار وعادات انا مو حابه اتبعها ومو بيدي شيء اني اغيره، شو ممكن كنصايح؟ تعاني انني عانيت من العادات والتقاليد، انني انا ممكن شكلي ما مبين انه انا طالعه من منطقه محافظه ومن عائله محافظه. هي بحكي لكم شوي من قصتي انا عشان تستفيدي من تجربتي. انا انسانه عنيده، يعني بحط شيء في مخي بوصل وما حدا يفرض علي رايه، يعني من اول شخصيه مستقله وعندي شخصيتي وعندي افكاري ومعتقداتي. بس يعني بعدين لما طلعت واثبتت حالي وبنتهم دكتوره وما بعرفش ايش، خلاص اقتنعوا بيتقبلوني هي هيك. ما تحكيش عن كل احلامك وطموحاتك، ما تجهريش بها لانك انت ستحاربين على الفاضي، عرفتي؟ ما تسويش غلطي انا لانه الثاني طول وطولين عرضه عرضين، يعني كيف ما نقولوا احنا تسكبل، يعني خليك كيوت حتى تتمكني، بس توصلي في شيء في يدك، استقلال ذاتي. استقلال ذاتي قصدي بالاستقلال المادي، اختي الماده بتحل كل مشاكل العالم. بس توصلي للاستقلال المادي عيشي حياتك وفق شروطك، انت حره، قد خلقك الله حره، عندك الحق الاختيار، وربي باش يحاسبك وحدك. انت راح تنحطي في القبر لحالك والله اللي بيحاسبك مش الناس اللي بتحاسب. خلي الناس اخر همك، مادام مش عم بتسوي يعني شيء بيخالف الاخلاق العامه، ومادامك انت اهل الثقه اهلك راح يحترموك. ليلي 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 2404 بتقول لي كم سنه طب؟ قلتهاش بشكل صريح ولكن واضح جدا انه انا السنه الماضيه كنت سنه ثالثه، فهالسنه انا سنه رابعه، فاضلي سنتين واصير الدكتوره ميرا المرمود الحلوه الاموره. بس اتخرج كلكم تيجوا لعني للعياده، ها ها ها، يعني اسره مع بعضينا. صديقتنا بتقولي اذا في قيمه حتزرعيها بالبشريه كلها ايش هي؟ تقبل الاختلاف، تقبل انه احنا بشر مختلفين ما بنفكر بنفس الطريقه، ومو معنى انه انا ما بفكر بنفس طريقتك، او ما انا ما بلبس زي ما انت تلبس، او ما بحكي زي ما انت بتحكي، او ما انا بحكي بالاكسنت، او ما بتصرف تصرف معين زي ما انت بتتصرف، يعني انه احنا اعداء. لا، احنا بشر، انه نتعايش ونتقبل ونتأقلم مع بعض بدل ما نجي نهاجم في بعض ونسمع بعض كلام يسم البدن وتكبر هاي الفجوة هاي ويكبر الحقد ويكبر الغلاء. اذا فيني انشر طاقة حب ليش انشر طاقة كره؟ فبتمنى انه بحس انه هالصفة هاي اذا انتشرت البشرية، تقبل الاختلاف رح تنمحي العنصرية، رح ينمحي التطرف الفكري، والبشرية رح تعيش بسلام. وبعرف انه هالشي ما رح يصير لانه الصراع البشري او الصراع بحسه هاد أزلي ورح يظل دائما، ولكن الواحد يحسن من نفسه على قدر المستطاع. مروة بتقولي كيف تحافظي على الإيجابية أطول وقت ممكن؟ أنا لست إيجابية، أنا لست إيجابية 24 ساعة، أنا لست إيجابية على مدار السنة، أنا عندي my bad days. لما يجوا الباد days تبعي إيش بسوي؟ أتقوقع. إلى اللقاء أيها العالم الخارجي، ما بدي أرفع السماعة على حد، ما برفع السماعة على حد، لا انا تعبه، انا ما عندي انرجي اعطيها لحد. الاولى والاحق بالانرجي هي نفسي، يعني انا اوريدي ما عندي انرجي فراح اكون اوريدي سلبيه للناس الثانيه. لا، خليني اركز على نفسي واشحنها بطاقه. بحس انه كثير ناس بتجاري الناس، يا عمي ليش انت اوريدي تعبان؟ انه انا مش مفروض علي اني انا ارد على حد، واذا هالشخص هاد يعني زعل اني انا ما رديت عليه، لا يصطفل، هو اوريدي ما بيحبني. صديقي عن جد او الشخص اللي بيحبني راح يتفهم اني انا في فتره مش منيحه، سواء انه بيوقف معي هالشخص هاد ويتقبلني ويتحملني، ما بده خلاص الى اللقاء. انا بتقلق في هذيك الفتره، احاول اني انا اعيش الشعور حتى يضمحل، لانه انا بؤمن انك انت في وضع سلبي وتخلي حالك تجبر حالك انك تكون ايجابي، هاي في حد ذاتها سلبية. بس ملان نزار بتقولي ميرا هي وئام ولا لا؟ تعالي نسأل حدا من الطفولة. هلو عسليمة يا حميمة. بنية سألتني قالت لي وئام هي ميرا ولا لا؟ على فكرة يا جماعة اسمي الحقيقي وفي الورقة وئام، اوكي؟ ميرا
هو سبويل نيم او هو اسم الدلع. اي ميرا هي ويام ولا لا؟ ويام هي ميرا ولا لا؟ وي وي سكن بخالتك ونعرف كل شيء. دونك اللي تخرج بيها على اليوتيوب والتصرفات اللي تعملها عشان اليوتيوب بتاعك تفديك و الكومبورتمون بتاعك كله نفسه، جوست اختلاف بركة في النسب. لا دي ميرا ولا هنا ويام سيتو، ما عندك شكل التصنع اللي عندهم هو فردي. نطلع لهم شعري مشبشب. بالضبط. كيما تطلع بشعرك مشبشب للأمام. باي. هي بس لما بتقولي رأيك بالحب كمان بتقولي كيف بتحبي يكون شريك حياتك. بخجل منكم، ما بعرف أنا في الحب وهي الأشياء بخجل، ما بعرف أصلاً كيف إذا أنا رح أحب أو رح أرتبط كيف رح أقول لكم، بحس إنه رح أخجل منكم كلكم. رأيي في الحب إنه الحب الحقيقي هو الحب الصحي، هو الحب اللي بيخلينا سعيدين. عرفت الحب اللي بتحس حالك طاير طاير طاير؟ الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بدك تحقق كل شيء، بدك تسوي كل شيء، بنتحمس لتوصل لهديك النقطة. طبعا هاي من ناحية الرجل مش المرأة، لأنه الرجل هو اللي بيسعى لاكتساب الحب، لازم هو اللي يتعب مش المرأة. بس انت تحسي انت كمرأة حالك طايرة، تحسي انه هالحب هذا بيضيف لك بيزيدك. شوفي اذا بتحس، رح اقول لك كيف تعرفي انه هالحب صحي او لا. اللي يزود ثقتك من نفسك، اللي ما بيحطك in question، يعني ما بيحطك انه انا هيك ما بعرفش ايش شو لبسي شو شكلي شو. هذا الحب اللي بيحطك في تساؤل هو حب غير صحي. الحب اللي يزود من ثقتك من نفسك هو الحب الصحي، الحب اللي يكون خالي من الغيرة المرض. كيف بتحب يكون شريك حياتك؟ بحب انه يكون ما بيننا توافق فكري كبير، بحب يكون حنون، بحب انا رجل الحنون، يهتم فيا، بحب يهديني هدايا، يحسسني اني انا انثى. يعني حتى لو كنت انا strong independent woman وفيني اجيب لحالي كل شيء، لا، بحب الشخص الثاني يحسسني انه انا انثى، انه هو معي رجل. عرفتي هي بروتكت مي، اي كان دو اول اوف ذس لحالي، فيني اشتري اشياء لحالي، فيني احمي حالي. ولكن بحب، عرفت هو الرجل بيحسسني اني انا انثى. بحب الرجل الرومانسي برغم انه انا مش رومانسيه. بس انا بحس اني انا راح يكون الشخص الفاني في ريليشن شيب. بحب الرجل اللي بيحترمني، يحترم كياني، يحترم معتقداتي، ما بيننا توافق فكري. والله كثير اشياء. انا ليش سنجل؟ انا دائما بسمع في قصص الصديقات بيجيبوا مثلا صديقتهم اخوها، ما بعرفش ايش، ابن عمها، ابن خالها، خالها مثلا، عمها، وتفا. انتوا شو استفدت منكم؟ يعني صديقات على الفاضي؟ يعني اخوك يقولوا في ميرا المرموره الحلوه الاماره مثلا. ماما والله بمزح، ماما اذا عم تشوف الفيديو بمزح بمزح. ماما راح بكمل جنسيات، عرفتوا؟ يعني شو راح ضل سنجل طول عمري؟ اكسكيوز مي ماما. فاللي عندها اخوها صالح للزواج تتصل بيا، هيك بتصير بعطيك نصائح بشكل مباشر. استفيدي، شافت مخك، تستفادي انت وانا بستفاد يعني، وكل الاطراف تكون سعيده. بس اوعي الغش لو سمحتي، الغش لا، مش اخوك مثلا او ابن عمك او جدك ما بعرفش ايش معقد نفسانيا، فتعطيهولي انا وتخزوقيني زي ما بي، تضحي بيا بس عشان انتي تقولي خلاص انه بيصير بيركز في ميرا وينساني انا، وما عادش بيغار علي، وانا بسوي شو ما بدي وبطلع وبلبس. لا، ما تضحيش بيا، ما تشغليش مخك علي. في الله، في وجود، في كرمه، وفي كما تدين وتدان، وهي الاشياء انت كلها فيها. بدور على عريس بتشرط. نيكست. بمزح على فكره ومش كثير. بحب كيفه الجنسيه العربيه. ماما بمزح، ماما انا تقول لي مرتبطه. اخ قلبي، خليني احكي لكم شيء. شايفين الخاتم هاد؟ مخبي عليكم سر وانتم ما بتعرفوا. مخطوبه اتس نوت. شوفوا، شايفين هذا خاتم خطوبه؟ از ذس خاتم خطوبه؟ كل التعليقات عم شوف في اخر فيديوين او ثلاثه او ما بعرفش زي هيك، من لما صرت بحط الخاتم هاد، ميرا خطبتي، وفرحانين بنات فرحانين. ميرا خطبتي، يعني كيف بتتخيلوا اني انا ممكن انخطب واخونكم الخيانه العظيمه هاي؟ احكي لكم على طول، حاجي اقول لكم اصدقائي لقد خنتكم.
لا مش مخطوب، هذا ختم عادي. على فكرة بدي أسألكم، هل ختم الخطوبة هذا يتحط في اليد اليمين أو اليسار؟ هاي اليد اليمين تبعي، ماشي ممكن الكاميرا معكوسة عشان أعرف، بلكي حدا أعجب بي مثلا في الشارع وصرح يصير نصيبي هيك مثلا، كان ممكن يكسر نصيبي أو بس شاف الخاتم هرب بهرب في الخطاب. ليش يعني ميرا بدها تتجوز؟ أنا عايزة أتجوز تاني ترى ترى. بس انه كل عام راح تحس هيك والله. لا all the single ladies all the single ladies فكرتي نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرتي نسيت حتى صوتي دقة. انا كان ممكن اكون مستقبل فنانة صاعدة ولكنني اخترت الطب، كان فيني اكون موهبة صاحب الدفء. اقصى لحظة عشتيها هاي السنة شخص عزيز لإلي صار تحت التراب. لو فشلتي في شيء تردي تحاولي ولا تستسلمي، انا في نفس الموقع ومش عارفه شو ندير. صديقاتي تعالوا تعالوا عن جد بحسكم كثير رومانسيين، يعني تبلشوا الخطوه انا خلاص وقعت، يا الهي انظروا الي لقد وقعت، النجدة انقذوني، لا استطيع ان اصل الى احلامي. اكسكيوز مي، اكيد رح توقعي، اكيد الحياه رح تحطك في القاع، اكيد رح تاخذي الكف ورا الكف، القل كف يهزك وكف ينفضك، معناها اتس نورمال، كلنا تعرضنا لكفوف، كلنا صارت لنا اشياء، كلنا عندنا مشاكل، لكن ما تستسلمش، لازم تحب توصل تحب تنجح. علاش فما ناس عظماء ونجحوا في الحياة وناس لا؟ لانه الشخص هذا الاول حاول انه بس مشى خطوه بعدين الرومانسيه وما بعرفش، لقد تألمت يا الهي انظروا الي انني اتألم. والشخص الثاني انا وقعت، لا بوقف وبشوف حط في مخه بس هدفه وبيستمر للنهايه، والباشين تبعه والرغبه للنجاح تبعه اقوى من كل شيء. فاذا انت عن جد بدك شيء لا تكونيش حبيبتي رومانسيه، الحياه مش رومانسيه، لا في ني با اون روز ماشي، لا لا الحياه مش ورديه، لا في اون روز هاي غنيه ماشي، مش الحياه. اقراوا ولا شان، اقراوا كتاب اتوميك هابتس، اقراوا مش راح تخسروا اي شيء. بدك تغيري حياتك اقراي كتاب العادات الذريه. العادات الذريه اختي بيقول لك انه العادات هي اللي تصنعك، انه الهدف هاد مش الشيء اللي لازم تركزي عليه، بل لازم تركزي على عاداتك اليوميه، على الجورني تبعك كل يوم تحسي هاي اللي راح توصلك. روين تقولي الزواج عن حب او الزواج التقليدي؟ انسينك يا مزمي روان، انا بقول لك المجتمع والتحدي، وبنحكي عن الاختلاف والبنت المختلفه والبنت المتمردة، وبعدين تقولي الزواج التقليدي؟ اوف كورس نوت، الزواج عن حب يا اختي، الحب نحب الحب رانا. ما يغركش الشاي، نحب رانا الحب، نحب نتحب يا عمري، ونحب نعيش علاقه حب سليمة، علاقة حب صحية، علاقة حب تخليني نطير في السماء من غير ما تعطيني كالضربة ذيك، لا خليني في العلالي. يا رب ارزقني. احسن قرار اخذتيه في حياتك اني اخترت حالي مي ابني فيفرت هو. هاي كثير كلمة كثير بحبها من فيلم هندي اسمه جابوي ميت، لازم تشوفوه، كثير بحبه، وشخصية البنت كثير شبهي في الواقع. أحسن قرار أخذت في حياتي إنه أنا اخترت نفسي وإني أنا بحب حالي. إذا حبيت في المستقبل ممكن بحكي لكم على فيديو عن حب الذات وكيف أصلاً تغيرت نظرتي عن الحب الذات. كنت أنا سويت قبل هيك فيديو عن حب الذات، بس هلأ لما نضجت وصرت أكبر في السن وصرت عندي خبرة أكثر، نظرتي عن حب الذات كثير تغيرت. سو بنت بتقولي هل تتزوجي عربي أو أجنبي؟ فرصة عربي بيبي. شوف انا بحب الزواج المختلط كثير، بحس انه الزواج المختلط بيقلل من وجود العنصرية وبيعزز تقبل الاختلاف وتقبل الاخر، فلهيك انا بحبه، بس افضل الرجل العربي. القط يحب خناقه واحب الرجل الشرقي. ايوه يعجبني الجمال العربي والخناق العربي، بتكون جميلة اكثر، يكون فيها اكشن، المزاح يا اختي العربي، لما هيك بمزح بحس دمي خفيف يعني اكسكيوز مي. سؤال كثير حلو، هل ميرا من 2017 كانت متوقعة انها تكون نفس الشخص اللي انت عليه هلا مستقبلا؟ ما كنت متوقعة اني انا راح اواجه صعوبات معينة، كنت راح اتوقع ان حياتي راح تكون وردية اكثر. انا متوقعة انه انا راح اكون دايما احسن،
ودايما بتوقع انه انا رح اوصل لشيء كثير عالي، وبعرف انه يوما ما رح اوصل فاهم يس، ولكن ما كنت بتوقع انه انا رح مر بالتجارب اللي انا مريت فيها. وثانيا بتقولي وين تشوفي حالك بعد 7 سنوات من الان، وهل مازال مشروع الجولة العالمية في بالك؟ ما بعرف وين رح اكون بعد 7 سنوات، لاني مركزة حاليا في ميرا. هل مازال مشروع الجولة العالمية انه انا بجول العالم واسافر العالم؟ يس يس يس، امنيتي اكون رحالة. صدقوني انا لو ما اخترت الطب كنت اكيد رح اكون، يعني خلافا عن انه انا حبيت التمثيل وهيك، كنت اكيد رح اكون رحالة تسافر لحالها او تسافر مع جروب بنات. بس غالبا ممكن تكون باليني بحب السولو تريب، لانها بحسها كثير بتقوي شخصية البنت، فاكيد كنت رح اكون رحالة، واتمنى اني احقق هالشي يوما ما، سواء وحدي او مع ماي بارتنر. بحب الهايكينج، بحب اجرب الالعاب الخطيرة، بحب المناطق الخضراء كثير، وبحب اسافر لاسيا. اللهم ارزقني المال والوقت، قولوا امين اجمعين. واش اهم الصفات اللي لازم تكوني في اصدقائك؟ ما بعرف شو ممكن تكون اهم الصفات، لكني بعرف حاليا وبوعي هلا. انا زمان كنت بتقبل وخلاص مختلفين جدا وبتقبل، لا انا فيني اتقبلك كشخص سطحي، كشخص بتعامل معه تعامل سطحي، بس كصديقي لا. كصديقي لازم نكون على نفس الفيجن، لازم نكون داعمين لبعض، طموحين، لانه الاثنين نترفع ببعض، لازم يكون ما بينا توافق فكري. مش مهم نكون نفس الشيء، يعني بنسوي نفس الشغلة او من نفس المجال او التابع، يعني او من نفس السن او من نفس البلد، مش مهم ابدا. لكن المهم انه هالنقطة هاي لانها بتأثر، وانا بقولكم هالشي من تجربة. تقبل الاختلاف والكيوت والمفهوم تقبل الاختلاف، انه اي شخص بتقبله بفترة لحياتي، لا لا، لانك بس تفوت شخص الغلط لحياتك، you give to that person access to your energy، يعني بتعطي لهالشخص هداك القدرة على التحكم في طاقتك. بس تعطي شخص القدرة على التحكم في طاقتك، فيا اما تكون طاقتك منيحة او طاقتك سلبية على حسب الشخص هاد. فكثير انتبهوا مين تختاروا ومين يفوت على حياتكم، سواء كان شريك الحياة سواء كان صديق. حبيت اشارككم هاي الفكرة هاي، لانه انا الغربة علمتني انه في فرق ما بين التقبل كشخص غريب وصديق او شخص مقرب مني. اوكي، صديقتنا بتقول الفرق بين حب النفس والغرور، وكيف نحب انفسنا بشكل صحي. كثير سألت على حب النفس، اذا بدكم اسوي لكم فيديو كامل عن هالموضوع هذا، لانه ما فيني احكي عليه، وكيف تغيرت وجهة نظري، اكتبوا لي تحت في التعليقات، ووصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وحبوني في التعليقات، تابعوني على الانستغرام كله عشان اسوي لكم هالفيديو. بحس كاني عم بطلب منكم كثير اشياء عشان بس ما اصور هالفيديو. المفسدك بنسيتك. الغرور جاي من نقص، من شخص ناقص، فهو هالقد شايف حاله ناقص، فعم يحاول يثبت نفسه او يعرف نفسه على حساب الناس. يعني حب النفس شيء والغرور شيء ثاني، مختلفين جدا. حب النفس هو شخص بيحب نفسه، قادر على حب الاخر، متواضع، بيكون ابدا مش مغرور، وقادر على اعطاء الاخر الحب. المغرور هو شخص غير قادر على اعطاء الحب لنفسه، بيكره حاله فبيكره الاخرين، وبيحاول انه يعوض النقص اللي فيه لانه هو بيكره حاله، فبيحاول انه هو يكون بيكره الغير ويتكبر على الغير عشان بس يحس، عرفت، بالساتسفاكشن، لانه او يثبت حاله، فاهم؟ ففي فرق كبير. الشخص المغرور هو شخص ما بيحب حاله، ما بيحب الناس. الشخص اللي واثق من حاله هو شخص يحب حاله ويحب الناس. فرق كبير. anyway اصدقائي، انا ميرا المرمورة الحلوة الأمورة، وصلني نهاية الفيديو. كثير اسئله اجتني ما بقدر اجاوب عليها كلها، حبيت اسوي لكم جزء ثاني، اكتبوا تحت في التعليقات. اذا في اشياء ثانيه بدكم تعرفوها عني اكتبوها تحت في التعليقات، وانا راح اقول لكم يا عمري الحلو. بس انا ميرا المرمورة الحلوة الأمور اللي بتحبكم كثير، اختكم الكبيره او الصغيره على حسب سنكم، لانه في ناس اكبر مني بتابعوني وفي ناس اصغر مني بتابعوني. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. دير بالكم حالكم، احلامكم وقلبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. أرموني يا بيبي، سلامتي يا بابا سليمة. باي. اهمالك لي يا
شكرا اوعد نبرو لو حبك سجن عشقته عرفت مش حاطه ضمير. اوكي 1